وصل صوتك بالقانون كالعادي، استشارات عامة وليس بدعاوى، بتقدروا تسألوا وتستشيروا ضيفي بالقانون اليوم، ضيفي الأستاذ المحامي شادي راشد. أهلا وسهلا فيك ماتر راشد. بونجور مدام سيدة، اشتقنا. أهلا فيك وبالقانون، وأكيد اتصالاتكم من خلال أرقامنا على 01-325-356-611-03-05، وأيضا من خلال الواتساب على 76-611-01. بما أنه نحن عم نحكي قانون ومن البداية، مثل ما بقلهم للمستمعين والمشاهدين أنه دعاوى عامة، مش بدعاوى أمام المحاكم، استشارات عالقة أمام المحاكم، وطبعا في إذن من النقيب لنطلع على الإعلام. طبعا نحن أخدين الإذن. ماتر، يعني قبل ما أبدأ بتلقي الاتصالات، ومنعرف الناس بيروحوا أكتر شيء على الإيجارات، موضوع الإيجارات، موضوع الأقسام المشتركة وغيرها، ولكن هيك بدي للناس ان هيك نقول للناس بالقانون، بما انه هلا الملف النزوح السوري وغيره، بالقانون شو المهن يلي بيقدر يشتغلها من جنسية سورية؟ صح، في وزارة العمل عاملة نص بتقول انه السوري بلبنان بيقدر يشتغل بمهنتين اما ثلاثة، منهم الزراعة ومنه الثاني ناطور بنائي، غير هيك ما قالوا حق يشتغل. وطبعا لا يقدر يشتغل بده يكون عنده إقامة شرعية، دونك إذا ما عنده إقامة شرعية حتى هو الشغلتين ما فيه يشتغل. طيب اليوم لما عم نحكي بهلأ فاقوا يعني الحملات لأقفال المحال يلي عم يشتغلوا فيها من جنسية سورية سوريين، هل بحق له أي شخص يكون عم يشتغل بمحل حتى لو كان المحل للبناني ويأجر سوري للعمل بهالمحل، بحق له بالقانون؟ إذا بده يعمل أجير بالمحل لا ما فيه، قلنا لأنه بده يكون يا ناطور يا عامل زراعي، دونك محل تجاري لا ما فيه. إذا أجير اللي فيه يعمله هلا يأجر من برا لبرا، كمان ما هذا شغلة مش قانونية، ولازم بلديات تنتبه لعقود الأجار مع مين عم بتصير وينظموا، لأنه على صعيد دولة ما عم تقدر تتنظم. خلي كل بلدية تنظم بنطاق المحلي، في بلديات بلشت تعمل هالشي، هلا طلب وزير الداخلية بهالشي بتقرير. وشغلة تانية، طيب. لا يقدر يمارس نشاط تجاري السوري لازم يكون عنده إقامة، وطبعا في أسس شركة لا يمارس نشاطه التجاري، وهذه لها تراها أصول قانونية وسجل تجاري وإقامة وكل شيء. بس إذا محل للبناني يعني المالكو لبناني، ما في أجر سوري؟ لا، بس ما في شركة اللي إذا بيملكها سوري بتستثمر هالمحل. إيه بس طيب عم نشوف هلا الحلقة عم بيكون هيدا ما له حق يمارس، ما له حق يعمل حلاق سوري، مواد غذائية، هيدا كله غير قانوني، كله غير قانوني، كله غير قانوني، كله غير قانوني، كله ما كان على علم البلديات وعلم من 5-6 سنين واكثر و10 سنين. بتعرفي تخاذل، بس هلا صارت أزمة النزوح بطريقه، يعني صاروا قد عدد السكان بلبنان رح يصير نص العدد سوري، ونطاق العمل ولا الديموغرافيا بتحمل هالشيء، ما عدا عن القصص السياسية. طيب يعني هلأ اليوم على البلديات نظيم كل واحد بنطاق بلده، طبعا على الدولة تضبط الحدود هيدا وعلى الأمن العام اللي ما عنده إقامة شرعية يرحله يرجع. طيب الإقامة الشرعية قلت لي تحت الهوى أنه في بعض اللبنانيين هن عم يعني بيوصفوا هن بيعملوا إقامة. هلا أنا إذا عندي بناية والبناية فيها 10 شقق وبدي أحط ناطور، سمح لي لأنه وين المشكلة؟ بدي يكون عنده إقامة، وكان في عنده المالك البناية أما النظام الملكية المشتركة بيعينوا ناطور، بيروحوا بسجلوه بوزارة العمل وبيشتغل أجير مثله. بهالمجال هلا ليه عطوا هالمجال؟ لأنه ليه اللبنانيه اللي بيعملوا وطير، ليه اللبنانيه بيشتغلوا بالزراعه كاجير زياع بيقطف زيتون اما هيدا، مشان هيك خلوها للعمال السوري. بس هي الظاهره مثل العمال المصريه للترومبيت اذا انتبهتي. طيب بس هي الظاهره اللي عم نشوفها انه بالمحلات التجاريه، يعني هيدا شيء منه قانوني غير يعني مثلا انا بعرف بلديات لانه انا محل ما مقيم وكذا ضبطتها، وهلا داعي المالكين اما القاعدين تبع نطاق البلدي لا يعرفوا على هالشغله يعني اللي عم نحكيها هلا، ويقولوا لهم كيف اطر التنظيم، والا فلت بعد ما في مشكله انه واحد يقولوا له انت ما عم تطبق القانون، الله معك.
هون المالك اللبناني اذا متخاذل لانه يعني بيطلع هون شو القانون في عقوبات في غرامات اكيد التواطؤ اكيد، بس في شغله بدي اقول لك اياها، لازم اللبناني يتعاطى كمواطن، كمواطن يعني مش هو بيظبط وغيره ما بيظبط، هيدا كل متكامل، بدك تحمي بلدك بدك تطبق القانون مثل ما بتطبق القانون بغاشي طبقه مثل هون. هلا لو عندك عماله 100 200 الف على 4 ملايين نسمه ما فيها اشكال، بس وقت يصير العدد هالقد كبير اي بلد فيه محسبه، فرنسا فيها 70 مليون نسمه فات عليها 35 مليون، طب كيف بده يستوعب؟ وبعدين العماله غير العماله عم بتكلف الدوله، قاعدين هودي بيصفوا كهرباء بيصفوا نعم هذا كله ما بيدفعوا عبء. بس السؤال كان لك ماتر راشد انه في غرامات او بالقانون على اللبناني يلي عنده محل بسكروا له محله، بس ما في لا ما في اجراءات، في اجراءات اذا بده مثلا شيء من البلديه ترخص له ما بتعطيه رخصه. معامل الخياطة حدا عم بكمانها رقم انتهي ب974 معامل الخياطة حددتها وزارة العمل، لأن ثلاث أشياء موجودين يعني أصلاً موجودين صباح الخير، بلشوا الأسئلة المشاهدين والمستمعين. ما معنى المالك يقبض من المستأجر اللبناني ويعطيه واصل المبلغ ثلاث نقط مع التحفظ ودون عقد؟ عم نحكي أنو إيه عقد الأجار في يكون في عقد خطي أو ما فيها يكون أجارة شفهية على أن تثبت الإجارة بكل أنواع الإثباتات، والوصل هو إثبات ودون عقد في يكون أجار بلا عقد، بس مش معناتها العقد عقد الأجار مش قائم، هذه فيها نص واضح الأجار في يكون شفهي بس إثبات تبعه شو هو مش وصل. طيب عقد الإيجار لازم يكون خاصة للمحلات بده يكون مسجل بالبلدية أصولا طبعا، وهلأ عم يتسجل في بلديات عم تجبر في منهم الماي، هيدا في عقد من برا لبرا، بس إذا بده يستحصلوا على نمرة التليفون على ساعة كهرباء بده يكون عقد مسجل أصولا بالبلدية. نعم 105 رقم ته 105 فويس مسج بنسمعه، بتمنى كمان تتصلوا يعني أكتر لحتى إذا في أسئلة من الماتر راشد يكون عم يستفسر منكم مباشرة. بذكركم بأرقامنا 01-325-36-711-03-05 وأيضا واتساب على 76-111-01. نسمع الفويس. أجور يعطيكم ألف عافية، بدي أسأل سؤال، إذا واحد قاعد بالطابق الأرضي ما بيستعمل الأسانسير بدفعوا أسانسير بدفعوا مصاريفه كهرباء صيانة، هيدا شيء قانوني؟ رحنا على الأقسام المشتركة وعلى البنايات، هيدي مشكلة كمان صار لها فترة. هلأ النظام الملكية المشتركة تبع كل بناية بيعين بيقول شو الأقسام وقديه نسبة القسم اللي بده يدفعوا من المصاريف المشتركة. طبعا الأسانسور ببناية هيدا شيء من البدهيات صار، دونك بفوت ب المصاريف المشتركة، وحتى لو طابق أرضي عليه يدفع مثله مثل غيره. يعني صيانته وال والكهرباء هذا عم نحكي أنا شو بقول النظام حصتك هون، هذا الشقة قدي بتدفع على 2400 قدي دفعت 100 بتدفع 100 على 2400. بس هون بتختلف ماتر، ما بتختلف بنظام الملكية المشتركة لقاعد أول طابق بالنسبة للاشتراكات الشهرية بالبناية؟ لا حسب شو بقول النظام، إجمالا النظام بعينها مثل بعضها يعني. ليش النظام مش هو مشترك للكل؟ وإذا في واحد فات على الشقة بده يطلع على النظام تبع الملكية المشتركة بكون عارف دافانس إنه هيدي الشقة عليها تدفع مثل هالقد حصتها من مجمل مصاريف المشترك. بس بعد ما في عنا هالقد بلا في بس انه هلا بتقولي لي ما بيستعمل اسانسور هيدا، هلا في شغله انه مكلفه وما لنا لوجيك، بس القانون نظام الملكيه المشتركه بيحدد قد ايه كل قسم عليه يدفع من المصاريف المشتركه، وبينعد الاسانسور والمينيوتري يعني الكهرباء البنايه والاسانسور البنايه والصيانة من المصاريف المشتركة. نعم وتابع كمان رقم التهي ب210 بنسمع الفويس، وفي فويس كتير طوال، بتمنى عليكم تختصروا أو تتصلوا لأنه أفضل الاتصال مثل ما قلت. يلا بنسمع الرقم التهي 210.
جور عم بيقول المتر انه العماله بالناطور وبالزراعه والعمار، ما في كثير بلا كمان بالعمار كمان. نعم بالعمار هيدي ثالث شغله. نعم الو 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 اهلا تفضل. بونجور بونجور. عندي سؤال، مأجر عقد أجار عن كتب العدل، ونفس الشخص عمل له وعد بالبيع على أساس بده يشتري شقة، يشتريها هي ذات الشقة. هلأ ما قدر جيب مصاري والأحوال طلعت ونزلت والدولار ما بعرف كيف صار، أنا ما قدرت فرزت، وهو صار له 4 سنين قاعد بالبيت ما عم بيدفع مصاري. شو فينا نعمل؟ فتنا بالمحاكم لهلا انا مش مخلص، قاعد عم بتفرج علي، قاعد بالبيت ببلاش، والقضاء روحوا تعالوا روح. طيب بما انه فينا جاوب عنك معلش تفضلي. يعني ذكرنا بالبدايه من مسلمات البرنامج انه لما تكون دعوه بالمحاكم ضيفي ما بيعطي راي استشاري بالقضيه بس المستاجر بشكل عام لو تغير المالك بضل مستأجر حسب شو بقول الكونتر، يعني قديه بثلاث سنين بضل ثلاث سنين بحل المالك محل مالك. هلا شو دعوته شو خصوصيته ما رح نفوت فيه. 442 كمال فويس نسمعه، نسمع الفويس. صباح الخير لك وللمتر. بس سؤال، انا من سكان رويسات جديده، بلديه جديده مستقيله وما بنشوف اصلا ولا دوريه بالايام العاديه يعني. وعندنا أعداد سوريين أعداد هائلة يمكن صاروا أكثر من اللبنانيين، وما حدا سائل عنا بالمنطقة، وحتى الأحزاب ما حدا عامل إحصاءات أو إيش. شو المفروض نحن نعمل إذا أنا مواطن عادي قانونيا؟ شو المفروض أعمل؟ شو بلدية لو مجلس البلدي منحل، اللي بيحط إيده بدير البلدية هو يا قائم المقام يا محافظ، مبدئيا بجديد المحافظ بعين محافظ مدير إداري، يا هو بيشرف عليه يا بحط حدا من قبله بشرف المحافظة. وفي بالبلدية لو مجلس البلدي منحل في هيكل إداري، في شرطة بلدية، في مسؤول عنهم، في هودي فيهم يعملوا شغل، بيبدو يعطيهم الأوامر للشرطة البلدية المحافظ هن يعملوا دورية. هو بيستلم. طب هو كمواطن إذا عم بيقول إنه ما في، بيراجع المحافظة، بيراجع من خلال كتاب؟ لا بيطلع بيراجعوا، بيعملوا بيطلعوا وفد بيراجعوا بعدين بالبلدية. لو ما في مجلس بلدي في هيئة إدارية، في مفوض البلدية، في نعم. ألو قطع الاتصال، بياخد فويس مسج الرقم ينتهي ب 378. يلا بنسمعه. كمان عندي أسئلة بتتعلق بالإيجارات، متر الإيجارات يعني كله عنده مشاكل، في شيء جديد؟ ما في جديد بعدنا على القانون اللي بحرر الإيجارات الجديدة. في إشكالية، ببلش 9 سنين ببلشوا من 2015 أما 2017، في قرارات طلعت 2017 في قرارات طلعت 2015، بس بالنتيجة 9 سنين رح يخلصوا بالمدى المنظور ورح يتحرر قانون الإيجار. بقى يا المالك والمستأجر بيتفقوا مع بعض وبيكملوا، يا كل واحد بيروح بطريقه. هلا في فيهم عم بيروحوا على حل وسط بين بعضهم، لانه هيدي الاشكاليه مين بده يحلها؟ مش مجلس النواب؟ لا الاشكاليه بحل القضاء اذا في نزاع، اذا في نزاع. بس اليوم اذا من 2015 يا بيطلع قانون بيوضح هذا القانون المسخ اللي عنا، لانه هن يعني ما بيعرفوا يكتبوا قوانين عنا، غريب لبنان مع انه في ناس بتكتب قانون ما بعرف كيف بيطلعوا قانون بيركبوا هذا ومنا واضحه. بدك تشوف شو النيه، بيتركوا للمحاكم هن شو بيعملوا؟ بيعملوا قانون بيرجع هالقانون بيعدلوا عليه، بيرجعوا بيعدلوا على اللي بيعدل، شو بيصير؟ بينسوا شو الصيغه الاساسيه، بيصير قانون مسخ. ما نحن قلنا من سنه 50 سنة بنعمل قوانين مسخ للاجارات، ليه؟ لأنه راكب عوجة راكب عوجة، اللي بيركب عوجة بيركب عوجة. طيب اليوم تسع سنين يا من الـ15 يا من الـ17 حسب المحكمة. هلا لو عنا مجلس نواب كان وضحها، ما في لا عم بشارع ولا مجلس نواب ولا بده يشارع. طيب هلا اليوم المستأجر بيقدر يبقى قاعد بالبيت إذا قلطوا 9 سنين وبقى بالبيت، له حق المالك يقضيه بالمحاكم ويدفعوا الأجارات وغرامات تأخير عم بيدفعوا على اللبناني أو على الدولار حسب شو بقول شو النص، العقد بشو معمول، الإيجار القديم يقدم دعوة إيجارات، ويقول كمان يعمل دعوة تانية يقول إنه الإيجار اللي كان
قيمته المادية بوقتها هالقد تغيرت. بقى المحكمة بتشوف يا بتسعله على الصيرة فصارت، يا بتسعله على الفريش دولار الإكيفالنت. يعني بيقولوا انه المئة ألف ليرة بوقتها كان تسوى $50 حسبه، يعني أجاره صار $50 بعوضوا عليه على سعر. طب اللي... انتوا اليوم كمحامين شو الاستشارة القانونية اللي عم تعطوها للمالكين للمستأجرين القدامى والمالكين لحتى يحلوا هال الإشكالية اللي واجهها؟ لأنه ما في محاكم بتبت بسرعة. نحن عم ننصح إذا في حسن نية من الفريقين روحوا يحلوها، يعني كل واحد ينزل شوي من حقوقه والبطيخة يقسموها باثنين، يعني مددوا الأجار بأجار جديد كأنه عم بأجر حدا جديد، بس إنه لأنه كان مستأجر صار بيعرفوا كذا بزيدوا شوي شوي السعر، بس على أساس الأجار بيصير حر، بيعمل له 3 سنين جديد، بيعمل له 5 سنين جديد على أجار جديد، ومش أجار جديد يقطع الراس. أنا مش كمحامي، أنا كمالك شقة، هيك عملت مع المستأجرين. يعني بده يكون في حسن نية مثل ما قلت، رضا الطرفين يعني، وإلا بالحسن النية ما فينا إلا ما نوصل لرضا. في سوء نية وزرحوا على المحاكم قديش بالوقت مطولة. طيب خليني أخذ اتصالات وبقول لهم هلأ ما بنصحهم، أنا محامي شغلتي في بطء بالمحاكم، لا ترجع المحاكم. بس هذا مش معناته أنه السوء النية لا ما بتروحوا على المحكمة، لأنه المحكمة لابد ما يطلع حكم ويدفعوا المتأخرات والغرامات. ألو ألو بونجورك مدام سيدة. أهلا تفضلي حبيبتي. بدي أسأل المادر لو سمحت أستاذ، أنا قاعدة بشقة لي 8 سنين و7 شهور، من 9 أشهر اتفقنا على أجار جديد ومش الحال، بس ما في عقد أجار بيناتنا. امبارح تحديدا بتقلي بدك تخليلي الشقة ب 24 ساعة، هذا بالقانون شو كيف منفسره؟ وشكرا لك. أهلا وسهلا. شو الإثبات إنه عملت أجار جديد؟ إذا في إثبات إنه عملت أجار جديد مش دوري عقد، قال ما مضيت عقد، بس إذا في إثبات وصل أما شيء حقه محفوظ. إذا في سوء نية منا للمالكة إنه غيرت رأيها، إذا عم بتقول صح إنه عملنا أجار جديد واتفقنا، وفي سوء نية تقعد وتقلها إذا ما بدك نمشي على الاتفاق دعي علي و... بس ما هي كل واحد بالقضاء بحصل حقوقه. 8 سنين يعني أجار جديد؟ لا، قال إذا اتفقنا على أجار جديد. أي شو هو الأجار الجديد اللي اتفقوا عليه بطبقوا. إذا ما غيرت رأيها وفي إثبات إنه في أجار جديد وصل أما شيء تاني أما شهود، شهود كمان إثبات، بتقول له داعيني بالمحكمة وكل واحد يعني إذا 24 ساعة لا تخلي ما بتصير. ما بتصير ما بتصير كمان ما فيها تخليها بالقوة. بدها تروح على المحكمة. مين قاضي الأمور المستعمين؟ يحسب العقد شو بقول قديم أما جديد. يا لا هو قاضي الإيجارات. إجمال قاضي الإيجارات. ألو ألو أهلا بونجور. بونجور. بدي لو سمحت أسأل الماتر بالنسبة للشقق اللي بتبقى مسكرة بالبنية مثلا مش ساكنين فيها أصحابها أو مسافرين، هل بحق لهم ما يدفعوا بالمرة مانتوناس أو يدفعوا نص القيمة بحجة إنه مسافرين أو مش مقاعدين مش عم نستعملها؟ مع العلم إنه نحن عاملين اشتراك للموتور للأسانسور مجندين فيه يلي شقته فاضي إنه يدفعوا، عم بيدفعوا بس يلي ساكنين بالشقة، يعني شايلين لهم من المانتوناس لأنه بينضم لإله، بس هني ما بيدفعوا شيء أو بدهم يدفعوا عزوق نص القيمة، نحن مش عم ناخد منهم. نرجع هنجاوب. بنظام الملكية المشتركة كل مالك شقة عليه يدفع حصته من مصاريف المشتركة، كان قاعد بالشقة أما مش قاعد بالشقة. عم نقول المصاريف المشتركة الأساسية للبناية اللي هن الأسانسور وغيرهم. هلأ الموتور في عليها إشكالية إنه أنا مش قاعد ما بدي أعمل اشتراك موتور، لأن اشتراك الموتور منه لا هي أصدى الأسانسور. إيه اشتراك موتور الأسانسور أنا بقول مني مجبور فيه، أنتوا مجبورين، أنا بدي على كهربة الدولة في يلعب على هاللعبة. بس مبدئيا يعني القانون هلأ هن بالاتفاق يقولوا لو مش قاعد بيصرف أقل بيدفع أقل، بالاتفاق كله بيصير. بس مبدئيا المالك الشقة لو مش قاعد فيها عليه يدفع حصته من المصاريف المشتركة طبعا
للاشياء الاساسيه. وبيقدروا هن يطالبوه كمالكين اكيد في جمعيه، في حال ما كان عم يدفع او جمعيه دائما بكل بنايه في جمعيه ملكين، وهي جمعيه الملكين عندها شخصيه معنويه فيها الطالب وفيها تدعي على المالك مع هذا، وحتى فيهم يوصلوا لختم الشقه بالشمع الاحمر، هذه فيها اجراء خاص، وطبعا زياده على المطالبه بالمصاريف اللي ما اندفع. نعم. الو، في نزول على الشقه كمان. مرحبا. اهلا. ممكن استشير الاستاذ بسؤال؟ استاذنا تفضل. في اربع طرقات اجر واصلين على رزقنا، بقى في المالك الارض فوق بيقلنا ما لكم حق باربع طرقات واصل على رزقكم، والاربع طرقات اجر هنم يعني الدولة حضرتك بتعرف. نعم. بقى له حق يلغيون او يضمون لارضه، ومن بيناتهم في درج معمول الوالدة عملته من 60 سنة ومع علم البلدية فيه وعطيتنا افادة، بقى معه حقي انما لكم حق باربع طرقات وبينه مشتركه يعني. طيب خليك ناتر في شغلتين. بيطلعوا افاده عاريه بيشوفوا شو في على العقار، وبيطلعوا افاده بلديه شو في مكتوب على العقار. اذا ما انه مكتوب شيء على هالطرقات الموجوده له حق الميول، دائما حق الميول بيكون حق واحد للميول، يعني القانون بيعطيه حق ميول بمحل واحد مش اربعه طبعا. أوكي. هلا اذا ما في حق ميول موجود له حق يطلبه بالقانون من القاضي يعمل له حق ميول للعقار طبعا، يعني بحق له مالك العقار الثاني يسكر من اصل هالاربعه يعطيهم مش اللي بيبيعهم بره مثل العروس الاهيان اللي ما بضايق الفريقين. نعم. يعني ما بيعطيه طريق من قلب نص الارض تبعه على طرف الارض تبعه بيقطعه، اذا ما اتفقوا عليها بيروحوا عند القاضي العقاري وبيحددوا اسمها هيدي حق ميول سيرفيتود دو باساج. نعم. الو. 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 انا بعدني نفس الشخص. نعم. تفضل. بس انا الي حق المرور. ومعي خرايط فيه. ما قلنا بنطلب المرور بالاربعة؟ ايه معي حق المرور بالاربعة. مين اعطيك الحق على المساحة والافادات العقارية موجودين؟ المساحة ايه موجودة بالافادة العقارية. ايه اربع طرقات؟ ايه موجودة على الخارطة موجودة. اوكي اذا الخارطة مصادر عليها التنظيم ومصادر عليها البلدية هيدا حقك محفوظ، خلي المال هو يدعي لشيل الطرقات. يعني الخارطة في دي بي مكتوب عليه ايه ومكتوب في اربع اراضي اربع حق مرور في 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 ايه وحده على الطرف وحده على النص وحده طالما ما شيلون يعني موجودين. نعم. عليه هو يروح على القضاء اما على التنظيم يشيلوا. نعم. طالما موجودين حقه محفوظ. اتصال اخر. الو. الو. مرحبا مدام سيدي. اهلا تفضل. يسعد صباحي. صباح الخير مدام. اهلا وسهلا. حبيب قلبي بعد عمرك ما بدي اسالك سؤال. هلا انا عندي شقه انا مالك اوكي وجاري فوق مني مستاجر وعنده الحمام وعنده محلات بتنش، هلا بيسويها كل مره بترجع مثل قلتها، يعني انا مضرر من ضررني بالمطبخ بقوض الصوم الاولاد. نعم. كل ما بقول له بقول لي خي طب شوف صاحب الملك بنحكي بقول انا ما دخلني وانا. نعم. ما لي علاقه شوفوا المستاجر شكله المستاجر ما بده يعمل هالورش اللي عنده بقلب البيت كثير وما كثير. انا شو في اعمل بهيك بالقانون شو بالقانون اهلا فيك بتعين بتروح عند قاضي الامور المستاجر بتعين خبير ليكشف وعاد الخبير بيكشف بيقول منين جاي الضرر، اذا جاي من الشقه بعطيه نصيحه يدعي على المستاجر وعلى الملك سوا وبطيخ يكسر بعضه. مجبور اذا هذا انه لا هذا هلا هو مالك الشقه المسؤول، هلا مالك الشقة بقول انا ما عم بستعملها بكب على التاني ادعي على التنين وخلي بطيخ يكسر. انا مستأجر شقة من 10 سنين بدون عقد بس هلا المالك بده يطلعني تيأجر نازح سوري لان دفع له اكتر، بيقدر يطلعني؟ كيف مستأجر 10 سنين وبلا عقد؟
ليه قال بلا العقد مستأجر مش 11 سنة أما 12 سنة؟ ما هيدي عم بتصير. كيف بقول له 10 سنين هيك بلا عقد؟ مش عم بتصير؟ ما عم توجه هو؟ بلا بس يقول له أنه أنا إيه بس يقول له أنا مستأجر 15 سنة. خلي هداك يقول العكس. لا أنه عم يتزاكوا على بعض. إيه. بس بيقدر يطلعوا. إذا 10 سنين وبده يطبق هذا الله معه. إيه. بيقدر يطلعوا ويأجر حدا محل. إذا يطلعوا يدفشوا بده يروح على المحكمة يثبت حقه. بده يروح على المحكمة. ما في تطليع بالقوة. ما في واحد نحن مبدئيا بدولة قانون. يعني ما في واحد هو منه لحاله يجي يخلي. بده قرار قضائي ليخلي. طيب 3 سنين الأجارات الحرة مش 3 سنين. بعدين إذا ما ظهر بده يروح على القضاء يظهر. اوكي كمان حتى لو الشقه بعدها منا مكتمله ما بعرف هذا سؤال يمكن يعني مشترك مع سؤال اخر بياخذ رقم ينتهي 453 ناخذ الفويس بذكركم بارقامنا 01325 بما تبقى من وقت 01 تفضل بدي اوضح شغلي اذا حقه ساقط والقانون مش معناته هو في يخليه بده يروح على الجهه القضائيه المعنيه بالاخلاء ياخذ حكم اما ياخذ قرار قضائي باخلاء المستاجر للماجور هي شو عم بتصير متر بيجي المالك او البعض مثل ما سمعنا اكثر شيء بتوصلنا الاستشارات بهالموضوع انه انذرني بعد 24 ساعه بده يروح على القضاء بده يروح يعني ما بيقدر يستعين بالقوى الامنيه يشيلوه بالقوه او البلديه اذا 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 قاعد دون مسوخ شرعي بيروح على شو يعني مسوخ يعني عقد اجر اوكي اذا محتل بيروح على القضاء الجزائي دلك الله معك اذا قاعد بموجب اجار بده يروح على القضاء على مين صالح قاضي الناظر بقضايا الايجارات وقد بتاخد وقت عند قاضي الناظر بالايجارات لحتى يروح طيب هيدا القانون انا شو بدي اتعدى على القانون بده يروح بيخلي يا مع القضاء العجلي في قضاء بيخلي ما خليه بسرعه بده يدفعوا المتاخرات والاجارات لنهايه تاريخ الاخلاء هالشي ينطبق ايضا على المستأجرين من غير المبنيين عادة العقود ماتر بس سؤال قبل ما انسى النقطة هل القانون ينطبق ايضا على المستأجرين غير اللبنانيين اكيد 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 يا ما عندنا مستأجرين غير لبنانيين ما عندنا أجرين اجانب سفير اما حدا ما في مقيمين اجانب بلبنان اوكي يعني نفس القانون ينطبق ينطبق القانون اللبناني اللي بدي اقوله العقود الأجار وقتها تتنظم بقول كل مخالفة أما تأخير عن الدفع أما عن الإخلاء وقتها يوصل على تاريخ الإخلاء بفي غرامة يومية 100 دولار أما 200 دولار أما هذا العقد بيكون كاتب هالشي وبوجع يعني كل ما يتأخر بيطلع قرار بالشو اسمه بالغرامات والتأخير بوجع القرار يعني إذا قال كل يوم تأخير بيدفع 200 دولار إذا تأخر 3 شهور طلب 3 شهور 200 دولار يعني 90 يوم 200 دولار مبلغ بوجع اخر اتصال الو بونجور بونجور بدي اسال سؤال مات بس انا والدي قاعده بالاجار نعم واجار عم ندفع عم نحطه بالايداع قبضت اول مره بالايداع ثاني مره ما قبضت طلعت على البلديه عم بدفع بلديه دفعت بعده بالبلديه اليوم نزلت عند الوالده عم تقول لها دبك في شيلك وفلي من هون والوالده عمرها شي 82 سنه والوالده معاقه وعم حط لها مصرياتها بالإيداع وتكرها وهي بدها فريش دولار دولار تتأجر سوريين ولا أنا ما مش قديم مرة كبير يعني ما بدي أحطها لا مأوى ولا في مستشفيات ولا شيء ومرة معها كونسير ومعها مية شغلة شو بدها تعمل؟ أجارك قديم أو أجارك جديد؟ يعني شيء 15 سنة أجارك جديد خلص الأجار دونك في نزاع على القيمة النقدية تبع الأجار إذا باللبناني أما بالدولار مكتوب باللبناني أما بالدولار الأجار مكتوب بالدولار بس كانت تقبض هي باللبناني طيب هلا ما فيها تقبض على 1005 هلا لا لا مش 15 مش على 1005 اعطيناها على 15000 ونصاب ايه هلا المحاكم عم تحكم اكثر من 15000 عم توقع على الصيدفه ليه حل ليه حل بينك وبينها على ما لا لا ما له في حل طيب. بس انا دور ما في طيب. وشو بدك تتسادي طول بالك طول بالك اللي فيك تعمله ما فيها تخليها هي تشحطها بدها تجيب قرار قضائي يعني اذا قالت لها 24 ساعه في اللي ما فيها تنفذ يعني عندك وقت بينما تجيب قرار قضائي يا لا تجيب حل يا لا تلاقي لها شقة تانية للوالدة حتى لو إيجار جديد
ما في تخلي، ما في تخلي بشكل سريع لانه كان في نرجع لانه كان في عقد اجار، كان في مسوق شرعي ليقعد بالشقه، خلص حقه بده قرار قضائي، مش نعم. انه بيجي عن ترين بيظهر، لا الا اذا عايشين يعني بشيء انه مش بالعنطريات يعني. ماتر في كتير بعد اسئله، انا بدي اشكرك على الحلقه، دائما هيك بتغنينا بالمعلومات القانونيه، اهلا وسهلا فيك دائما بصوت لبنان. المحامي شادي راشد، مرسي ماتر. مسيء لك، والله يقوي هالبلد ويرجع يردوا على العجلة الصحيحة إن شاء الله. بشكر كل أصدقاء المشاهدين والمستمعين يلي تابعونا بوصل صوتك بالقانون. على الموجي السواب.